ديكورات مختلفة، كل الحاجات النهاردة مختلفة. الديكور دايما لما بيبقى مختلف، ومن سيزن لسيزن، من موسم لموسم، بنحتفل برمضان وبنحتفل بالكريسماس وبنحتفل بالصيف وبنحتفل بكل المواسم بتاعتنا من خلال تغيير شكل بيتنا. بتخلينا المواضيع دي دايما محتارين نختار الديكور المناسب او الزينة المناسبة، وكمان شرط من الشروط المهمة او انها تليق على اساس بيتنا الوان وكمان. وده اللي هتساعدنا فيه النهارده البلوجر الجميله اللي منورانا دينا خلاف. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. بصي بقى، احنا السنه دي اهو يعني قبل رمضان بفتره، وعايزين نجهز موسم رمضاني يكون بيوتنا كلها مستعده. كلميني كده عن ايه الجديد وايه الالوان وايه الترندز الجديده من ناحيه الديكور لشهر رمضان الفضيل. الجديد دلوقتي ان احنا مثلا زي الفقره اللي فاتت، الكوشنز، الرانر، الفوانيس، الحاجات دي. احسن بقى حاجه الفتره دي ان دايما دايما اي حد فاتح بيزنس خاص ليه على الانترنت، سواء زي برضو الفقره اللي فاتت، بيبدعوا ان هم يطلعوا اشكال جديده على طول. طبعا ما بقتش متوقفه ان فاكره شكل الخياميه والحاجات. أيوة، الابيض فاحمر دي بس. انا لسه كنت بقول برضو المهندسه ساره اللي كانت معانا الفقره اللي فاتت، حتى الديزاينز مختلفه بتاعت رمضان. حلوه جدا. انت رصدتي ان كل اللي بيعملوا الاكسسوارز السنه دي مختلفين؟ بالظبط، دي حقيقه. وغير كده السوق فعلا كبير جدا، وفي ستايلات كتيره حلوه قوي. واحنا بقى كل واحده في البيت دلوقتي بقت عايزه انا بدايه رمضان احط ديكور يعني معين، نص رمضان احط ديكور تاني، اخر رمضان كده. بقينا عايزين نغير على طول. بالظبط. وهم بصراحه سهلوا علينا كل ده. طبعا طبعا. في برضو شخصيات رمضانيه، احنا هنشوف مع بعض مع حضراتكم على الشاشه كمان شخصيات رمضانيه بتظهر في بيوتنا فورا اول لما بيجي شهر رمضان. كلميني بقى عن الاضاءات والكوشنز الاشكال المختلفه. واحنا معانا الفيديو، انت شايفاه قدامك اهو، اشرحي لنا عامله ايه السنه دي. بصي، انا كنت كل سنه لازم اجيب كده حبه حاجات. صح. ان انا اعلقها وكده، وفي نفس الوقت بعمل حاجات بايديا هاند ميد، سواء بالصلصال الحراري، اعمل شكل مثلا فنانيس، عم شكشك، الكلام ده. صح. او عارفه السبحه اللي هي الترندي اللي هي البيضه دي، اعملها برضو انا بايديا. وساعات برضو بنعمل حاجات بالخشب، يعني ممكن نعمل حاجات ديكوباج وندخلها، بيبقى الشكل حلو قوي. الفروع بقى بتاعت النور والاضاءات دي بتفرق جدا جدا في طبعاً. شكل البيت طبعا، اللايت عموما. وغير كده زي ما قلت لك، كل حاجه بتكمل الثانيه. يعني انا جبت فرع نور، جبت كوشنز، جبت اضاءه، جبت مش عارف، كل ده بيكمل، بيخلي شكل البيت حلو قوي. يعني انا في فيديو هنا هيتعرض، كنت عامله عندي روف، عندي فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه، عملت عليه سفره رمضان ان احنا ممكن نفطر فيه. جبت كوشنز ورانرز واضاءات وحاجات وفوانيس، نقلتها حته تانية خالص. طبعا ده اكيد. طيب دلوقتي بقى في لقطه من اللقطات اللي كانت معانا، انت بتعملي حاجات بايدك. أيوة. ادينا كده نصايح الست ممكن تعمل ايه، او البنات بقى اللي عندهم النزعه الفنيه دي ممكن يعملوا ايه للبيت ويحطوه في رمضان. بصي، ممكن نعمل اي حاجه من ابسط حاجه. يعني هقول لك ابسط حاجه بسيطه. لو انا جبت من اي ماركت علبه حاجه بلاستيك كده، ممكن انا اخد العلبه البلاستيك دي اعمل منها اعاده تدوير لاي حاجه. اجيب خيش او مكرميه الفه عليها كده بمسدس الشمع. لو انا بقى في دماغي مبتكره شويه وبعرف اشتغل صلصال او هاند ميد او حاجات، بتبقى حلوه جدا جدا وبتفرق في الشكل. وعموما اي ست عموما بتعمل حاجه بايديها تبقى فرحانه بيها قوي. طبعا. اللي هو انا عملت انجاز. انت كمان غيرتي شكل يعني عارفه واضح. يعني هقول لك ده كان رمضان اللي فات. انت حتى السكريه، الحاجات اللي بتستخدميها بقى المشروبات، ده كان رمضان اللي فات على فكره. في بقى رمضان السنه دي غيرت الفرش عندي وغيرت كل حاجه. اللي هو انا عايزه كل سنه بحاجه جديده، بافكار جديده، عشان هم برضو ياخدوا افكار كتيره وحلوه. طبعا. طيب قولي لي بقى برضو، دي الكاركترز اللي هي بتاعت رمضان، بوجي وطمطم. ده عروف عندي. ايوه. دي ده العروف اللي انت قلبتيه رمضان خالص. ده الانوار بتعمل شكل رهيب جدا. جدا بتعمل فرق حلو قوي قوي، وبتبقى فعلا تخلي ان انت مبسوطه وانت بتصوري وانت بتنزلي حاجه وتعرضيها وكده. وخصوصا ان احنا لازم نبين البيت بكل حاجه بنستخدمها علشان يفرق مع الناس.
على فكرة اللي انت مستخدماه ده ممكن يليق على اي فرش يعني. أيوة. مش يعني لو بيتي ستيل، لو بيتي مودرن، لو اي حاجة. الالوانات دي كلها تليق على اي فرش واي حاجة. اوكي، طيب بتختاري الاضاءة ازاي وانسب الاماكن اللي يتحط فيها الاضاءة في البيت اللي هي الاضاءة الرمضانية؟ انسب الاماكن يعني زي فروع النور كده على الستاير عندنا. اوكي، فروع النور على طول. اوكي، قدام بيت الستارة كده. بالظبط، يعني دي بتبقى تدي شكل حلو قوي، حتى بتخلي الستارة شكلها حلو جدا. صح. الكوشنز كده ممكن مثلا اي كورنر عندنا، لمبدير برضو بيتعمل عليه اشكال حاجات لرمضان. اوكي، بيبقى برضو حلوه قوي قوي قوي. عارفه في كمان الفابريكس الخفيفه قوي دي اللي هي بتبقى زي التول، بتتعلق البسيطه، تحطيها فوق الاباجورات، بتدي برضو بتخلي النور بتاع الاباجورات تبين، بتديلها اللايت بتاعها حلو وفي جدا، وفي نفس الوقت بتاخد الشكل الرمضاني. ايه تاني؟ ايه تاني هقول لك. ممكن احنا مثلا يعني بنزود بقى احنا كستات اكتر المطبخ بقى. يعني انا في المطبخ لازم طاجن البورسلين اللي انا هعمل فيه مكرونه البشاميل. أيوة. لازم عليه اشكال رمضان فعلا. الكوبايات لازم عليها فرنيس وعم شكشك وكده. بصي كل حاجه حرفيا بيبقى موسم، بالظبط بيقلبوا كل حاجه رمضان، فبيدي حتى بهجه. وكمان احنا لما بيبقى عندنا عزومه وكده بتبقى حاجه حلوه قوي، ان انا عازمه عندي وعامله ديكور رمضان وحلو. طبعا الناس بتنبهر وبيبقوا حاسين ان هم كانهم خارجين ليله رمضانيه كده. أيوة، او كانهم محتاجين لو نطلع بره، احنا البيت عندنا قلبينه رمضان، قلبينه مطعم. أيوة. يعني او قلبينه كافيه زي ما بالزبط. بنقول. طيب بتفضلي ايه في الديكورات، الحاجه اللي بتعمليها في البيت ولا انك انت تخرجي تشتري مثلا اقمشه معينه، حاجات معينه؟ بصي ده بيكمل ده، انا حاجات اقدر اعملها اعملها بايديا، حاجات لازم اجيبها من بره لا، بنزل وبلف وبسافر هنا وهنا واجيب والم حاجه وبصي اعمله كده. في فيديو هنزله النهارده. انا نزلت. طب نزلوا لنا يا جماعه الفيديو بتاع دينا علشان نعرف هي ايه الجديد بتاعها وازاي. انا عايزه بس ينزلوا الفيديو بتاع الروف فاضي خالص. انا ظبطته وعملته وحطيت السفره وكل حاجه وقلبت رمضان نايتس اللي هو اي حد يجي. بصي ده انا عاملاه هاند ميد. انت اللي رسمه الرسومات دي؟ الصلصال الحراري. اوكي، شكلته بايديا وعملته، والسبحه برده دي انا عاملاها، ده بعمله بايدي، تحفه. في بقى فيديو تاني حطيت سفره كده خشب في الروف ونجيله على الارض وعملت فروع نور وكل الكلام ده. ده جاهز ده. يعني نقلت الروف من حته لحته تانية وحسيت بقى ان خلاص انا عايزه رمضان يجي حالي. عايزه اعرف بقى ردود الافعال، يعني الناس بقى اللي معاكي اسرتك كده، يعني كلميني مين بيشجعك فيهم انك انت تعملي الابتكارات دي؟ مين بيبقى عارف ان هو يعني ده جو رمضاني رائع يساعدك فيه كمان؟ بس انا بدات اصلا ايام كورونا 2020 بدات الاكونت ان انا اصور حاجات عندي وكده، وكنت بوديها وكده، فبدات بقى اقول. اول جوزي طبعا شجعني جدا جدا، وكان حتى اللي هو انا دلوقتي بقيت انزل اشتري حاجه للمطبخ، حاجه بسيطه يعني، بنشوف الحاجه تنفع التصوير ولا لا. خلاص بقى ده المعيار، هشتريها كل حاجه عندي في البيت كده. بابا وماما واخواتي برضو بيشجعوني جدا جدا، اي حد بصراحه عندي في العيله كله كان دايما بيشجعني. اهو الفيديو. ايوه هو ده. ايوه احكي لنا بقى بتعملي ايه. بصي جبت الخشب ده بتاعت عملت سفره. اوكي، بتجيب الخشب ده منين؟ والله مصنع كده عندنا، اتصلت أوكي. بيه قلت له انا عايزه اربع مش خشبات. ده بتاع الجمرك او أيوة حاجه كده؟ ايوه بتاع الحاجات الشحنات. جبته وعملت الحاجات دي. عملتي بيه ترابيزه سفره؟ ايوه. اوكي، انا فرشت بقى عملت منه سرير، تصدقي والله وكان تحفه. ايوه بقى تحفه برضه. جبت بقى زرع الحاجات دي كلها، بتبقى شكلها شيك جدا جدا. قلبت الروف حاجه تانية خالص. وبتفطروا بقى؟ تفطروا بقى عليه ان شاء الله. أيوة كل أكيد يوم طبعًا. ده ممكن قاعده سحور لاصحابك. بالظبط. ايوه اوكي. ده هنا بقى بترسمي المجات؟ هنا انا بعمل المجات بايديا، بشكله بالصلصال الحراري. اوكي، بشكله بايدي. لان هو في بارز وفي كتابات وكده، كل ده بالصلصال؟ بالظبط. ايوه كل حاجه بايدي، حتى الكتابات بعملها بالصلصال واحده واحده كده. قولي لي، جوزك هو اللي بيصورك بقى؟ ده انت يعني مش عجلاه ممشياه كلهم ممشياه اللي هو ظبطوني كلكم. هم حتى حبوا ده، وهو نفسه بيبقى يعني عايزك تعملي فيديوهات جديده جداً. وحريص ان هقول لك، لما هو بيبقى مسافر وبيجي لي بيبعت لي ساعات فيديوهات وهو بعيد. بصي ده ممكن يفرق معاكي في التصوير لو تعمليه او كده. بيديكي افكار يعني كمان. هو مثلا ممكن اطلب منه حاجات عشان التصوير بس،
وهي مثلا ملهاش لازمه في البيت عندي دلوقتي. أيوة. بس انا عايزاها عشان التصوير بالظبط. طيب دلوقتي بقى دينا، انت دايما الناس بتلجأ لك عشان تعرف اماكن شراء الحاجات دي. الخياميه يعني والاكسسوارز والالوان والخامات والصلصال والانوار. انت بقى اعتبرينا عندك على الصفحه. تمام. وادينا نصايح ارخص الاماكن اللي نقدر نشتري منها الاكسسوارز بتاعه رمضان. تمام. او ان احنا اللي نعملها الخامات دي. تمام. ارخص الاماكن انا عموما بنزل على طول النزهه. النزهه اوكي، فيها محلات كتيره حلوه جدا. بتنقي انت الحاجات وبيبيعوا بالجمله كمان. اوكي. في منطقه تانية في القاهره اسمها الخياميه. طبعا الخياميه دي معروفه، فظيعه فظيعه فظيعه. بس في فرق، ان انا النزهه الحاجات اللي دايما انت بتشوفيها في الفيديوز المستورده التحفه الشيك قوي. انما الخياميه دي زي حاجات رمضان بتاعت زمان شويه. اوكي. الاستنباط القديمه بمعنى اصح. احنا مش عايزين مستورده، احنا عايزين حاجه نعملها احنا. نبطل بقى كلمه مستورده دي. احنا ممكن نجيب الخامات بنفسنا زي ما قلت لك وهنعملها احنا. اوكي. نجيب ايه خامات؟ الخامات مثلا هنجيبها المتر بتاع القماش بتاع شكل رمضان. اوكي. ده عادي، ده ممكن ننزل ممكن واحدة تجيبه من الحسين، من الازهر. وعلى فكره في المحافظات المختلفه اللي في المحافظات اماكن عندنا كتير. عندنا بنجيب، انا من المنوفيه على فكره. اهلا وسهلا. بنجيبه عندنا. بقطعه، ممكن اقطعه على شكل رانر. يبقى انا كده عملت رانر بدل طبعا. وتعملي له بقى كنار حلو كده، بكروميه بقى، خيش. اي حاجه انا عايزاها. ممكن برضو نجيب حاجات المكرميات ونعملها في اللمبدير. دلوقتي بنجيب اللمبدير يبقى ساده خالص. الشابو بتاعه ساده كله. واحنا نوصل عليه المكرميه وخيوط وبيطلع برده حلو جدا جدا. طبعا طبعا. دلوقتي بقى في ناس بتعمل المكرميه الوان. يعني زمان كانت ساده، عارفه هي. دلوقتي بقوا يدخلوا فيها الوان برده مختلفه. دي حقيقه، بتبقى حلوه قوي. البيت تروح وشياكه حلوه جدا جدا. عموما ايه كمان اقدر اجيبه منين؟ ايه كمان تقدري تجيبيه منين؟ بصي بقى، في حتت بقى الدخانيق بتاعت العتبه. ايوه هي دي بقى اللي بحبها قوي. وانا بصراحه انا بصي بعشق ان انا انزل امشي كده في الشارع حسب منزل اصور اجيب الحاجه. في برضو دي تنفع برضو نجيب منها اضاءات وحاجات زي كده، ولا نروح فين عشان نجيب الاضاءات؟ انا بجيبها من النزهه. اوكي. محلات معينه هناك بتبقى حلوه جدا جدا، والفرع انت ضامنه ان هو حلو معاكي. والاسعار معقوله ولا؟ لا اسعار حلوه جدا. هعمل ديكور رمضان. ايوه. بصي اقول لك على حاجه، هو دايما اي واحده، عموما نصيحه بقى بجد، اي واحده هتجيب ديكور رمضان لازم تبدا قبل رمضان بشهرين على الاقل، عشان الايام دي بيبداوا رمضان. هتجيبي حاجات رمضان الاولى. صح. الاحسن. بس صح. انا عشان اظبط نفسي وعشان جوزي ما يزعقليش برضو طبعا، هيبقى الميزانيه الميزانيه خلاص، فاجيب قبلها بفتره. ان انا اكون مجهزه كل فتره اجيب حاجه مش هحس بيهم، وفي نفس الوقت انا داخله رمضان جايبه كل اللي نفسي فيه. صح. انت عارفه في بعض الازواج يقول لك زينة رمضان، يعني انت بس اعملي لنا فطار حلو وخلاص، انت بس مش عارفه اهتمي بالسحور واعملي. لكن حقيقي انت بتلاقي ان، لا هقول لك ثواني، الرجاله كمان بيتابعوك. لا ونفس الزوج ده اللي بيقول لك كده. لو بقى عنده عزومه وانت خلاص شايفه الست، شفتي الجمال، شفتي مراتي عامله ايه، طب ما كمل قوي. ايوه لا في رجاله دلوقتي بيهتموا فعلا. انا عندي على الاكونت لما بنزل حاجه في كتير بيبعتوا لي عايزين مثلا يجيبوا هدايا لخطيبته او مراته في رمضان. جبتي ده منين؟ الاماكن دي منين؟ كل ده ما بقاش زي قبل كده. يعني كل حاجه ما بقتش زي زمان طبعا، وكله فعلا بقى مهتم. بس انت عارفه حاجه كمان، انك ان اللي انت بتقوليه ده في حد ذاته توفير. ليه؟ لو كلمت اصحابي او قرايبي بدل ما نخرج في كافيه، احنا قاعدين في بيتنا هنتكلف قد كده. بيتنا، مطبخنا، في اكلنا بالضبط. شربنا اكيد مش بنفس اسعار المطاعم طبعًا. والكافيهات طبعا. وهعمل ليله كان فعلا انا خدتهم وخرجت بره. دي حقيقه، دي حقيقه. وغير كده انت احساسك في بيتك. ينفع هدايا كمان؟ ايوه طبعا. انا ممكن اعمل هديه بوكس كده كبير فيه حاجات رمضان بالصلصال وسبحه ورانر وكده، واقدمه هديه لصاحبتي وتبقى حلوه جدا جدا. عيد الام قرب، الامهات بتحب برضه ديكورات رمضان عشان طبعًا. هم مظلومين في الحته دي. أيوة. شويه هيجي عيد الام في رمضان كله مع بعض. ايوه فعايزين هديه رمضانيه لماما بالظبط. لا اتنين في واحد كده عشان ما حدش ياخد باله. صحيح صحيح. طيب قولي لي بقى ايه التطويرات؟ يعني انا سالت برضو مهندسه ساره الفقره اللي فاتت، احنا بقى كله رمضان بس انت بقى كبلوجر للحاجات الديكورات وكده بتنطلق ازاي بقيه السنه؟ مواسم بقى. مولد، رمضان، ساعات كريسماس. في بصي اي موسم اي حاجه ترند الفتره دي احنا على طول يعني
بنبدا فيها في الديكورات، نجدد نعمل. وانا عموما كطبعي من الستات اللي بتحب تجدد بيتها على طول. يعني تحبي انك انت خلاص ده زهقت منه شويه، يلا نغير شويه ونعمل. بيأثر جدا، بيأثر كمان على فكره في العلاقه ما بينك وما بين جوزك، ان هو مبسوط والمكان شكله جديد. الناس فعلا بتتفاعل معاكي بده. طبعا كل واحده بتثق فيكي ان هي تجيب انت حاطه حاجه في بيتك وعندك وانت مستخدماها، فانا هثق، انا هروح نفس المكان اللي انت جبتي منه وهجيب منه. بالظبط. على فكره حتى اللي ما عندوش روف، حتى اللي ما عندوش بلكونه كبيره، ممكن يقلب البيت نفسه، يعني الحته مكان السفره نغير فيها ونعمل فيها ديكورات رمضانيه باقل الامكانيات. صح. واقل الاسعار والوان مختلفه وشويه اضاءه كده مختلفه، هتخلي الدنيا اكيد رمضانيه جميلة جدا. ما فضلش في فقرتنا دي غير ان انا اشكر البلوجر الجميلة اللي منورانا النهاردة، دينا خلاف. شكرا جزيلا. شكراً جداً. على كل الافكار الحلوة اللي اديتيها لنا النهاردة. انا بس عايزة اقول لك كلمة قدام الناس كلها، انا بموت فيكي من زمان جدا يا حياة قلبي، ربنا يخليكي. والله العظيم بحبك قوي 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 حبيبتي. انا بحبك كمان في كل حاجة بصراحة حبيبة قلبي، ربنا يخليكي يا دينا. دينا ودينا النهاردة فبنعكس بعض يعني. بشكرك شكرا جزيلا. كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله رمضان يجي لك انت كل أسرتك وكل الناس بكل خير إن شاء الله. شكرا. طيب فاصل، لسه الرمضانيات بتاعتنا النهاردة بنستعد لشهر رمضان الفضيل. خليكم معانا لو حريصين إن بيتكم وبأقل الإمكانيات يبقى شكله مختلف ورمضاني جدا جدا بعد الفاصل.